هات مينات الخروفة بسوق خميستي محديتي بتاريخ 1/6/2023. تبارك الله ما شاء الله. خروفة بلدية اللهم بارك. او عمي عبد القادر تبارك الله عليك. واه تتبرعنا بالمليح ولا لا يخطيك. الحمد لله تيم حضيت ياك ماشي سوق هذا ما كاين والو اليوم والله يدير الخير. تيم حضيت ما بغاش المليح هو كل شيء على الله والو شاري ما كاينش الحمد لله. شحال عطاك السوق؟ 21 28 باش قطع 1400 درهم عطاو 1050 درهم صباح 1050 درهم اللهم بارك. هادي غير هنا المركز غير هنا بعد قادر زيت البقرية بلدية أصيلية حرة تازورات والله يجيب تيسير لا لا يخطيك. يا عبد الرحيم الله يرحم الوالدين هذه خروفه اختي هذيك النيت ها هاكا هذه ديال لانوك خلطة تبارك الله. واش عطاوك هنا با عبد الرحيم 17 اونص 875 تبارك 875 شحال قلتي لها البيع؟ 22 1100 درهم هاهي تخلطات ايه هاهي هاهي الفرق تبارك الله راه باين دابا والله جبتي سير اخو عبد الرحيم الله يرحم الوالدين الله يخطيك تبارك الله خروفه اللهم بارك. دابا هادي تعيد فايتة 6 شهور تبارك الله خروفة ديال الدرويش هي هادي ما تفوتش هادي كاع نقولو تغلى تغلى ما تفوتش 1400 درهم من هنا للعيد عطاك الله الصحة خويا محمد كلشي يعيد كلشي يعيد الله يدير الخير الله يسخر الجميع. السوق الخميس تيم حديث الإخوان بتاريخ 1/6/2023